السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يلقاكم في احسن الاحوال نتوما وليداتكم وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. الوغ قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، بغيت نشكركم بزاف من كل قلبي على لي كومونتير اللي كتخليو، على دعوات الخير اللي كتخليو. لوبجيكتيف ديالي قبل الربح وقبل ما تكبر لاشين هو ان هادشي نخليه صدقه جاريه، وان الوليدات يستافدوا مني وياخذوا شي حويجات اللي يساعدوهم في قرايتهم. هذا هو لوبجيكتيف الاول بيان سور. وكاين لوبجيكتيف الثاني اللي هو لوبجيكتيف المادي، ما كرهناش، ولكن حنا كنساينو على الله ان شاء الله الرحمن الرحيم، كلشي عند الله قريب. اذا كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنتمنى انكم ما تملوش من الدعم ديالي، وبانكم يعني تبارطاجيو هاد لاشين، وبانكم تهضروا على هاد لاشين في لي في دوطخو ريزو سوسيو، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يزيدوا ناس جداد، وباش تعمل فائده للجميع، وباش حتى القناه ديالنا تكبر وتكبر بكم ان شاء الله، ونزيدوا القدام علاش لا. الوغ اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا لا لوسون ديال الفوكابولير لي سوفيكس. اون ا ديجا في لي بريفيكس في لا لوسون السابقه، ممكن انكم ترجعوا ليها وتشوفوها. هذيك لا لوسون راها صالحه لجميع يعني جميع المستويات من الثالث حتى السادس، وحتى في الاعدادي ممكن تحتاج، لانها بيان ديطايي وفيها بريسك تو لي بريفيكس اللي ممكن اننا نستعملوهم. داكوغ، اذا اليوم غنشوفوا لي سوفيكس لا سويت ديال هذيك لا لوسون، يعني ما يمكنش نشوفوا لي بريفيكس بلا لي سوفيكس. داكوغ، الوغ نبداو على بركه الله. في هاد لا لوسون غادي تلقاو لا ديفينيسيون ديال لي سوفيكس، علاش تيصلح لو سيفيكس، و اسمحوا لي، وغنعطيكم كلكو سيفيكس لي بليز يوتيليزابل بالمعاني ديالهم وقتاش تنديروهم. داكوغ، الوغ اون كومونس باغ لا ديفينيسيون. الوغ لو سيفيكس سي كوا؟ الوغ لو سيفيكس اي ان بوتي مو. لو سيفيكس هو واحد مو صغيور، ان بوتي مو بلاصي ا لا فان دان مو دو باس. D'accord. Alors, on a déjà vu le préfixe, c'est un petit mot placé au début d'un mot de base. C'est le fait. Sur le tafil. Je vous fais le préfixe suffixe, que le préfixe est placé au début d'un mot de base, mais le suffixe il est placé à la fin d'un mot de base. Par exemple, on a maintenant un mot de base, n'importe quel mot de base, MB, d'accord, qui est au milieu. Et il est là, donc petit mot, qui est le préfixe. داكوغ، ولا زدنا هنايا كنسميوه سوفيكس. يعني هذا هو الفرق. لو سوفيكس اي ان بوتي مو بلاسي ا لا فان دو مو دو باز. جي ديجا دي كو لو بريفيكس اللي كنحطوه او دوبي خصو يكون لاصق في لو مو دو باز، ولا ميم شوز بوغ لو سوفيكس اللي غنديروه في الاخر خصو يكون لاصق في لو مو دو باز. داكوغ، ماشي تنجيو نديروه ابخي نخليو اسباس نديروه، نو تيكون لاصق فيه. علاش تنديرو هاد لي سوفيكس؟ بوغ دوني ان نوفو مو دو لا ميم فامي، باش يعطينا واحد الكلمات جداد، وهذوك الكلمات سيكونو دو لا ميم فامي مع لو مو دو باز. مثلا نعطيكم ان اكزومبل، دون. الوغ دون اسنان ولا سين مثلا، نزيدو عليها ان سوفيكس غيعطينا سميه وحده اخرى ولا نوم واحد اخر. دونتيست غنزيد عليها ايست. داكوغ، الوغ دونتيست هنا زدت ايست، عطاتنا ان نوفو مو اللي هو لو دكتور كي سواني لي دون، وهو الوغ لو مو دو باز هو دون. داكوغ، و دونتيس الي دو لا ميم فامي كو دون. علاش؟ لان بريسك تيهضرو على نفس الحاجه، لي دون اسنان ولا لو دون السن السن، و دونتيست هو لو دكتور كي سواني لي دون. داكوغ، الوغ هادشي اللي كتعني دو لا ميم فامي، تفهمنا؟ نعطيكم واحد المثال هنايا اونتخو بارونتيز وشويه، بحال دابا واحد دو فخيغ ولا دو سوغ مثلا، يعقوبي مثلا، ليعقوبي سلمى مثلا، وليعقوبي احمد. الوغ هنا كنعرفوهم كي ساجي دو لا ميم فامي، وي ونو. علاش؟ لان عنده نفس الكنيه، نفس الكنيه. اذا يعقوبي يعقوبي سي لا فامي ليعقوبي، وعندهم احمد وعندهم سلمى مثلا، سي كلير. اذا هنا هادشي اللي كنقولوا حنا دو لا ميم فامي، عندهم لو ميم مودو باز. هاد لو مودو باز هو نفسه، وخصهم يهضروا على نفس الحاجه، خصهم يكون عندهم بريسك لو ميم سونس، ولا كيهضروا على نفس الحاجه. راه ممكن انني نلقى مثلا، نكملوا على ليكزومبل ديالنا، ممكن اني نلقى يعقوبي كريمه، ولكن ما عندهاش نفس الاب والام كو ليعقوبي سلمى ومحمد اللي هضرنا عليهم في الاول. الوغ واش في نفس العائله؟ نو. واخا كان عندنا يعني الاسم العائلي متشابه، مثلا نعطيكم هنا اكزومبل في هذه، غنكتبوا حنايا دونتيل باش تفهموني مزيان. غوكاردي دونتيل، حتى هي عندها دون، وي ونو. اذا غنقول لك انا واش دونتيل دو لا ميم فامي كو دون؟
نو بيان سيغ الدونتيل شنو هو؟ هو هذاك اللي تنصيبو به جلالب ولا قفاطم، الوغ واش عنده علاقة مع السنان؟ ما عندوش، واخا عندنا نفس الكلمات واخا عندنا نفس لو مودو باز اللي هو دون، ولكن دونتيل نا با اون غولاسيون افيك لي دون، نا با لو ميم سونس، يعني ما كينتميش معاه نفس العائلة. هادشي اللي قلت لكم، يعني ما غنلقاوش مثلا ليعقوب يسلم وليعقوب احمد نفس العائلة اللي عندهم لي ميم بارون، نفس الأم ونفس الأب، ولكن يعقوب كريمة عندها أب واحد اخر وام واحده اخرى، واخا عندهم نفس يعني الاسم العائلي ما كينتميوش نفس العائله. تفهمنا هادشي اللي كيعنينا لي مو دو لا ميم فامي، لي مو دو لا ميم فامي خصهم يكون عندهم لو ميم مودو باز، وخصهم يهضروا لنا بريسك على لا ميم شوز. يعني كنسمع دون دونتيست اي دونتي دونتيفريس، اذا كنعرف هادو كاملين عندهم علاقه بالاسنان. داكوغ، اذا دوزو لو سوفيكس سير ا دوني دي فيرب دي ادجكتيف دي نون دي ادفيرب. كنستعملوا لو سوفيكس علاش؟ باش يعطيونا دي فيرب des adjectifs, des noms, des adverbes, ainsi de suite. D'accord? Et d'un, maintenant, oui, voilà. Le fait que je ne voudrais pas dire. Voilà le suffixe qui me goûte les comme. Quand c'est amélioré, je vais des verbes, des adjectifs, des noms, des adverbes, ainsi de suite. Rien. Ou un cas de libre que nous goûte les comme. On voit que le suffixe, mais je pas le préfixe. Préfixe quand j'ai ou quand je trouve au début de mot de base ou tu as un nouveau mot. Mais le suffixe, ممكن ان انا نشانجي quelque chose في الخب. ممكن ان انا نحيدو des lettres, نزيدو d'autres lettres. وعاد نزيدو عليهم suffixe باش يعطينا un autre mot de la même famille. كنتمنى هاد النقطة تكون واضحة. نعاود نشرحها بالعربية، يعني ملي كنجيو نحطو سيفيكس على المودوباز راه ممكن أننا نحيدو حروف من هذاك المودوباز عاد نحطو سيفيكس، داكوغ، ولا ممكن نزيدو حروف وحدين أخرى. سي بون، وهادشي اللي غنشوفو إن شاء الله الرحمن الرحيم في لي زيكزومبل ولا في لي سيفيكس اللي غنعطيكم بلي زيكزومبل ديالهم، خليكم معايا. الوغ كيف ما كتشوفو معايا في لو طابلو حاولت نكتب لكم كلكو سوفيكس لي بليز يوتيليزابل مع المعنى ديالهم. كيف ما كتشوفو هنايا عندنا او تي او دو تي او او ان او ا، هادو سو سون دي سوفيكس لي كنديروهم في اخر الكلمة كيعنيونا بلو بوتي، يعني تنصغرو شي حاجة، تصغير ديال شي حاجة. مثلا بحال دابا هنا كوفخ، كوفخ هو الكبير، الصغير ديالو كوفخي. كيف ما كتشوفو حيدنا هاد الاو هادي ودرنا او تي، داكوغ. الوغ التصغير ديال كوفخ كوفخي. في فيات، في فيات يعني صغيرة. كاميون كاميونيت، داكوغ. اورس اورس لورس يعني الدب. لورسون لو بوتي ديالو هو لورسون، كنسميوه اورس، داكوغ. رونار لو رونار يعني الثعلب، لو بوتي ديالو كنسميوه روناردو رناردو، داكوغ. الوغ هادو كيعنيونا صغير ديال شي حاجة ولا صغير ديال ان انيمال، داكوغ. كنستعملو او تي بالنسبة لو ماسكولان، او دي تي او بالنسبة لو فيمينان، او او ان او ا يو، داكوغ. إذا غندوزو لاج و سيون، اج و سيون لاكسيون دو فيغ كيلكو شوز. مثلا لافي، لافي لو فيرب لافي يعني تنغسل، لاكسيون دو لافي اون ابيل لافاج، d'accord. Préparer, l'action de préparer, préparation, d'accord. كيف ما كتشوفوا معايا انا قلت لكم يعني غالبا لو راديكال ولا لو مو دو باز ما كنكتبوهش كامل، احنا حيدنا هنا او ار ودرنا بلاصتها اج. لا ميم شوز préparer، on a supprimé er comme vous voyez ici، اسمحوا لي، voilà comme vous voyez، et on a remplacé par action. D'accord. Alors on a supprimé er et on a remplacé par action. D'accord. Alors préparer, préparation. Expliquer, explication. C'est bon. Hado, n'est-ce pas l'action de faire quelque chose. Mais il y a d'autres suffixes. Effacer de la partie hadi. Ou on va nous écrire avec vous, inshallah, rahmara. الوغ هنا كتبت لكم دوطخ سوفيكس، عندنا امو و اومو، هادو تنديروهم باش كيعطيونا لي زادفيرب. مثلا لي زادفيرب هو واحد النوع من الكلمة اللي كاين في الفرنسية، بحال لي زادجيكتيف، بحال لي نون، بحال لي فيرب، داكوغ. إذا اومو و امو راه عندهم نفس المعنى، غير كل واحد وقتاش كنكتبوه. مثلا هنا عندنا كالم، إذا هنا كالم، كالمومون، كالم سي لادجيكتيف، كالمومون سي لادفيرب، يعني لا مانيير اللي غنهضر بها. بحال دابا نقولو لو غارسون اي كالم، هنا تنقولو لو غارسون اي كالم، يعني كنعطيو اون بريسيزيون ديال لو غارسون، داكوغ، لادجيكتيف كاليفيكاتيف. ولكن ملي كنقول جو بارل كالمومون، سيتادير كنهضر بطريقة هادئة، يعني هنايا كنعطي الحالة ديال لا باغول ديالي، داكوغ. الوغ سي تان ادفيرب كالمومون. سوفيزون سوفيزامون، داكوغ. الوغ اومون امون سير بور دوني دي ادفيرب. عندنا اور، حتى هي
sert pour donner le nom de métier. Yani kayn un autre suffixe à dingsbombet li tawa sert à donner le nom de métier. Par exemple, le moisson, moissonneur, c'est celui qui travaille dans le moisson. Moisson moisson de hasad ou le hasad, le moissonneur, c'est celui qui travaille qui moissonne le blé, yani hou li tihsad le blé. D'accord? Alors on termine, كيف ما كتشوفوا كتبت لكم d'autres suffixes, عندنا able ou able. هادو تنديروهم باش نلقاو l'adjectif qualificatif. Alors ou qui exprime quoi? Que l'on peut faire, شي حاجه يمكننا نديروها. مثلا on a le verbe jeter, يعني اللوح, quelque chose qui est jetable, يعني ممكن انها تلح, on appelle jetable. Un appareil jetable. Alors jetable ici c'est un adjectif qualificatif. La signification ديالها que l'on peut jeter. يعني شي حاجه اللي ممكن ان نهزها ou نلوحها. D'accord? Manger, le verbe manger, mangeable. Faites attention ici. زدنا هاد e seulement la prononciation. يعني لما درناهاش غتقرا mangeable. Mangeable aussi c'est un adjectif qualificatif qui signifie que l'on peut manger quelque chose qu'on peut manger. D'accord? Lire, le verbe lire. Non? غتلاحظوا معايا بان كاين اختلاف بزاف. يعني يلاه بقات لنا لي في لو مودو باز, يعني بدلنا حينا هاد الار او بدلناها باس اي وعاد زدنا ايبل, يعني لي زيبل, يعني كيلكو شوز كون بو ليغ, شي كتابه كي هي لي زيبل يعني ممكن اننا نقراوها. اون كريتور اي لي زيبل يعني ممكن ما يمكنناش اننا نقراوها. الوغ لي زيبل c'est quelque chose qu'on peut lire. وهادشي اللي قلت لكم, يعني هنا ما كايناش واحد القاعده اللي غنعطيها مثلا وقتاش غنبدلو لو راديكال وقتاش ما غاديش نبدلوه. نو, ولكن مع ليتيليزاسيون ومع الاستعمال ومع شاك فوا تنقراو لي مو كنبقاو تنبداو نعرفوا بان ليزيبل راه دو لا ميم فامي كو لير, ميم سي لو راديكال ا شانجي, ولكن ليزيبل راه من نفس العائله ديالها. داكوغ. الوغ اون باس ا ان اوتر سوفيكس ايست. هاد ايست هذا لو نون دو ميتي, يعني ملي كيكون عندنا شي حاجه ونبغيو نجبدو منها اسم ديال العمل. مثلا العمل فلور, لا بيرسون ولا كي فون دي فلور اون ابيل فلوريست. فلور فلور لي فلور الورود, ولكن اللي كيبيع الورود اون ابيل فلوريست. D'accord? Garage, le garage, ou la personne qui travaille dans le garage, on appelle garagiste. D'accord? Garagiste, comme vous voyez. Alors, ist signifie le nom de métier. Ça le croit les noms, plusieurs noms à la fin. Il s'agit d'un nom de métier. D'accord? Il y a d'autres suffixes. يعني بليزيور لا ما لا نهايه. داكوغ. الوغ انا حاولت نعطيكم لي بليز يوتيليزابل, ومازال غنشوفو دوطخ ان شاء الله الرحمن الرحيم في لي زيكزارسيس ملي نكونو كنديرو لا كوريكسيون, عاد غنطيحو في دوطخ سيفيكس ونعاودو نشرحوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم انا هنا عطيتكم باختصار غير القاعده اللي تاخدو كو لو سيفيكس ايت ان بوتي مو بلاسي ا لا فان دا مودو باز ولا ا لا فان دو راديكال. داكوغ. ومنين كان اجوتي لو سيفيكس ممكن ان لو مودو باز يتشونجا, يعني ولا نحيدو منه كيلكو ليتر كيف ما شفتو هنايا معايا في لي زيكزامبل. كاينين دي سوفيكس اللي عندهم معنى, وكاينين دي سوفيكس اللي ما عندهمش معنى. بيان سور اللي ما يعني ما عندهمش واحد القاعده. لي سوفيكس اللي عندهم معنى هما اللي عطيت درتهم معكم انايا من الاول. درت او تي او تي او دو تي او او ان او او ا او, يعني او كتعني بلو بوتي, ودرنا اسيون و اج كتعني لوبيراسيون دو فار كيلكو شوز, ودرنا ابل ايبل سا فو دير كيلكو شوز كو جو بو لا فار سي بور اكسبريم بور تروفي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف, و ايست بور اكسبريم لو نون دو ميتي بور تروفي ان. داكوغ. الوغ هذا يعني ب كيما تنقولو باختصار يعني لا لوسون ديال سوفيكس, ولا هنا هادو هما لي سوفيكس اللي غيحتاجوهم وليداتنا في هاد لو نيفو هذا. يعني كاينين دوطخ سوفيكس ولكن من الاحسن ما نعطيهم لهمش لان شويه كبار عليهم. يعني هنا سكي دوموندي لوبجيكتيف من لا لوسون هو هذا, وباش يعرفوا هاد لي سوفيكس هادو لي بليز يوتيليزابل. داكوغ. الوغ نتمنى اني ما نكونش زربت في لا لوسون, وبان تكون واضحه وبان الشرح يكون واضح. ان شاء الله الرحمن الرحيم ابخي جو في لونسي لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لي سوفيكس. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم, ما تنساونيش من لي كومونتير مشجعين ديالكم, وما تنساوش كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم ومع لا فامي ديالكم باش تكبر العائله ديالنا كاملين. وشكرا لكم بزاف
بزاف بزاف بزاف على الدعم ديالكم المتواصل. غير ما تملوش وزيدوا دعموني، راني محتاجة فريمون الدعم ديالكم. والهلا ختكم عليا، اوغوفوار.